هل ترى هذه الماكينة؟ نعم، تلك المشابهة لماكينة شراء المشروبات الغازية، تضع المال وتدخل هويتك وتحدد الكمية وتضغط على الزر، لكن ما سيقدم لك ليس مشروباً، إنما طلقات رصاص صالحة للاستخدام. وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، قامت بالفعل شركة أمريكان راوندز الموزعة للآلات بتثبيت 6 من هذه الآلات في متاجر البقالة في تكساس وألاباما وأوكلاهوما، ومن المقرر أن يتم تثبيت 2 أخريين بحلول لنهاية الشهر في تكساس وكولورادو. وتستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي لمسح هوية العملاء، إضافة إلى برنامج التعرف على الوجه للتحقق من هوية العميل، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت. وتزعم الشركة المصنعة للذخيرة أنها طريقة أكثر أماناً لبيع الذخيرة مقارنة بالبيع عبر الإنترنت أو في المتاجر، لكن الخبراء أثاروا مخاوف بشأن زيادة توافرها ووجودها بجانب بالخبز في بلد ينتشر فيه العنف المسلح بالفعل على نطاق واسع.